السلام عليكم، معكم عبوز من قناة عبوز. قبل اليوم معكم بلعبة ستيكمان ضد الزومبي. شباب اسف على السالفة، صار لي اسبوعين ساحب على ستيكمان ضد الزومبي، ما يعني كان امور صعبة شباب، ما امتحانات تعرفون يعني، واليوم شباب كانت امتحانات واخر كتبوا بطاقات، هل نجحتوا ولا لا شباب؟ يلا شباب خليني في الفيديو شباب قبل ما ادرج ارجع على هذا الطعم، اريد يوصل الفيديو 10 لايكات، 15 لايك، يلا 15 لايك يا شباب، اريد يوصل الفيديو 15 لايك شباب، انزل الحلقة الثانية عليه شباب راسا بس يوصل. ورابط الفيديو مال البحث بشكركم على الرائع يعني دعم اسطوري على ما شورت المجنون في روبلوكس، راح تلقون رابط في الوصف يا شباب، اسطوري يعني بمعنى كمال اوصف لكم. كل شباب لا يفوتكم الفيديو شباب، يلا شباب خلينا نبدي بالفيديو، يلا شباب خلينا نبدي بالفيديو، راح تقصر شوي من الفيديو يا شباب. يلا شباب اليوم راح نلعب لعبه مال البيت المسكون بس على الهارد يا شباب، الهارد يا شباب، يلا راح نبدي الفيديو راح يقصر شوي يعني. يلا شباب خلينا نبدي بس يا شباب قبل كل شيء خلينا نشوف التطوير عندي. ماكو عجب، هاي نار ما نبيهم، شو نطلع فلوس؟ بس سؤال اكو شيء نقدر نطوره؟ ما عندنا ايش نطوره، نروح شو نجيب الجيم بس بعد اشوف شو هذا. هاي موجوده؟ لا ما موجوده، يرعبني. كان نبدي شباب بالجيم، طب هاي قدامكم حتى ما تقولون العبوز يقول شاي هارد، وراح نبدي بلاي. يلا شباب بس وين راح نختصر؟ والله والله انا احب اختصر الوقت، ومو بس هاي انتم ما تحبون الفيديوهات الطويله ما شاء الله، انا ما اشوفها يعني حتى، بس المهم يعني هاي انتم تحبون اني اعجبوا رايكم، انا شايف يعني اغلبيه الفيديوهات الطويله تجيب المشاهد، بس الفيديوهات القصيره يعني تجيب اللي اكثر من شو يسمون اكثر من 10,000 مشاهده، واللايكات ما راح احكي عن اللايكات يعني تجيب اللي بال 50 لايك بالمئة لايك بالمئتين لايك ما شاء الله. كل شباب كانوا لعبة، راح شباب انزل لعبة اسطورية رعب يعني، انا وعدتكم انه انزل لعبة رعب بس ولا يا شباب قدرت، بس شباب كانوا لعبة رعب راح تنزل على اليوتيوب يعني، صح صح حيباني بس شباب كانوا لعبة صدق، هاي ما راح اقول لكم هاي ما راح صدق لعبة بحياتي ما جربت بحياتي ولا مرة مجرب، ولا مرة هاي أول مرة أجرب هاي بالحياة حياتي حقيقة شوف أول مرة شو ده أول مرة شباب احسن هاي هذا لا اخلصهم بخمس ثواني، قتلناهم شباب كلهم باشر يعني اذا انا اخلص الفيديو. يلا اختصرنا لبنين كملناهم كيف شباب، قتلنا بعد اثنين من لبلات ونص دم وش يسمونها راح نص دم. شو رجعنا لكم باللعبه اللي وراها؟ اوه ما بعرف بس القراب اللي ينطق علي يلا بس شباب اكملهم كلهم الهارد، بعدين راح نلعب المرحلة هي الساعة. رد ارجع وين انا هاي المشكلة اكرهها، هاي المشكلة مات شباب مات شباب، ان شاء الله تكمل مكاتبك عشان اللي ما يجيبون عديل اكمل مكاتب الجواليس شو ما موت خرب دمي ترى من موت شو بحسن هاي شو اختصر هذول عفونا الله خليكم عفون شلطشتوا بيا شلاكوا شنو شفتوا بيا دم شباب هذول صعبية ابلع حصلتوني شو حصلتوني شو لازم تستويكم ابلع شو ساعة محترمكم محترمكم يا شباب ما شاء الله كثر الناس بي محترمكم وايش تشوفوا ياكم يا شباب انا ايش دخل المتابعين مو المتابعين الزومبي وما يلا شباب كرع ما حرام
ما توقعت اكو مكان. لا شباب راح اموت. لا فرجنا لكم والله. فتنا مني مين شباب غالي؟ الحمد لله الحمد لله شباب. لا ما في اي شيء شباب ما في اي شيء. شوف راحت علي اول نجمه واول انسان. يعني انا هسه عندي شغلتين، الانسان هذا المنقبته والنجمه. انا شغلتين بس حسب شباب يعني بالطبع خلف الكوبس قبلي هسه اسوي مارد حسيت اني ما عاد اسوي خلف الكوبس. اي شغله غلطت اسويها خلف الكواليس. مو لو وياكم لا خلف منهم يا شباب. مو هنا قد ايكم عنده 8 شباب. اه عندي خطه من كم بس نشوف قد ايش عندنا اخر شيء. ابلعوا انا ما راح نختصر خلينا وياكم نسوي شوت جن. لا متأكد هنا ورا انا بس نفس المكان لا بس ابلع والله انا قز من لا لا ابلع دمي بعد ما طلع. ما راح شباب خذ النجمة مو مرة تنسى النجمة. لا اوه ماي جاد ما شكيت بالمكان ويا حظك او بعد الصوري ما قصر اي شيء بس لازم انتبه هنا اذا واحد يوقع يعني اذا ما جاني يعني هنا لازم اعرف. ابلع ابلع تيجا ابلع يلا ابلع ابلع صار كلهم طويلة 43 بس قتلناهم كلهم. ما طولنا بالفيديو لا ما طولنا بالفيديو. عفوني عفوني والله اخترت هسه شغل هذا وين عاد المكانات اللي يضموهن احس الى مكان ما ها هنا متأكد هنا ما دام المكان كبير يعني هنا لو هنا ولا هنا والله سبق قلت ما دام المكان كبير يعني شنو يعني هنا ما حسام متأكد اكو واحد الحين نقضي يعني نحضر نفسنا نحضر شباب نفسنا بسرعة يلا بسرعة اعرف ناس اكو واحد متأكد اكو باو لا صادقين من اكو بوابة المشكلة. اوه ماي جاد لا جو منا جو منا لازم نتبه احنا ما كان يموت. لا لا شباب متى لا شباب هذا اللي قدرت عليه راح ارجع عيد الجيم مرة ثانية وارجع لكم. اصلا عندي 1181 شلون ما اعرف ما راح اصرفهم الا النهاية شباب راح ارجع عيدها مرة ثانية هارد وارجع لكم. شو اخذت هاي السيارة ثانية ها راح اروح على المرحلة على السيارة بس راح اعيد الناس اللي قتلتهم يعني هم يلا 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 شباب بس انا قلت بعد ما راني وحوش هذا اللي انا بنفسج اللي ما يموت بس بقنابل
وهذا اللي انا برتقال لسه زوع. قولوا هسه هذا ما فكرت بيه. يا رب سلاح يا رب سلاح. طب خليني اخذ هذول وارجع لكم. شو خليك هذا السلاح حتى ولو ظهر ما طيرته. ما طلع اي واحد يدمجها. الكل. لا. اي واحد يريد يقتل قتله شباب يلا. لحق لحق. لا ما اجاوي لازم اراقب جهتي. لا اجاوي زي من نتيجة قليل الحمد لله. مو مثلا من ناي اجا واحد منا. لا مو من نتيجة فوق كسابة قم اجاوي منه. لا ما اجاوي وما اخذ اي نجمة ولا اي شيء. انا ما اخلص منه لانه لازم اعمل مو بحال الكل يعني اوقف. يلا اقتلهم مو بعد بقى ليه راح يطلعون من المنطقة ليه اللي ما يطلعون. هنا واحد انت كنت تسعى حتى على فين من دوا لا من هنا فين اطول. ابلع ابلع قبل ما اي شيء بس اوقف بس اوقف اشوف بشغل حتى ما شاء الله. شكرا على الموس وحتى شوية دفاع عملنا. يلا يلا مع السلامة. يلا يا شباب خلينا نروح المراحل اللي وراها شباب. شباب رون 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 تذكرت رون شباب وايضا في التحديث الخبر انا ليش انزل فيديو الخبر يعني شوفوا جاكم اخيرا بعد ما وعدنا من البدايه. والله هذا اول موب بعد احكي عليه شباب. لا شباب لا 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 شباب لا استغفر الله شباب نسيت. لا شباب جاناكم الله شباب كانت المكان الصحيح. قلت من نور جيت اموت باخر لحظة شباب. قلت اموت باخر لحظة. قلت منهم شباب باخر لحظة باخر لحظة شوفوا اخيرا. طيب قلبها من شباب سمعنا نور جا لكم شباب رجعنا لكم. يلا يلا كيف يلا المهم بس ها المهم المخساري بس اوغا بسرعة بسرعة اخذ النجمة ولحد واحد. وينه 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 عفوني عفوني الله خليكم عفوني لا تموتوني ما بيحل عيد المرحلة. لا 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 انتبه انتبه لا تخاطر 40 شخص عفوني عفوني راح تعصب يا شباب. ابو ما بدي يخش ابو ما بدي يخش عفوني طبعا ابو ما بغشاش ابو ما بمية بالمية غشاش 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 والله. شنو يعني جايب لي فوق المكان كله متروس يعني شو بطلع ما اقدر اذا المكان كله متروس. ابلع 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 طيارة نصهم بالسنايبر. او ماي جاد او ماي جاد ما في حل اموت هسه ما في حل. انا بقول انطوني هاي انا انطوني حياة للعيش. لا 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 دمي دمي راح اموت اذا متى تاني انسى بعد انسى بعد مستحيل مستحيل لو تنزلين مستحيل وانا ابلع خلي حظهم سلاح للنهاية شباب. يلا شباب النهاية خلاص النهاية بسرعة شباب بسرعة شباب شباب مثل ما قلت لكم اريد شباب على الفيديو يوصل هذا الفيديو شباب ال 20 لايك. يا قبيله 20 لايك 15 لايك ما عليكم.
او ماي جاد فوق 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 شوي فوق لا 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 ما فوق 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 بس هو فوق فوق لا لا شباب شباب يلا فوق فوق يلا هجوم علي شباب هاي مرة هجوم صدق يلا بسرعة بسرعة شكل جسر ايوة نقفز لو بعد تعصبت شباب حول بعد ما تحمل شباب لو ما بيجي نقدر تحول الى فوز عشان تحول تحول الى فوز لو تفتح مرة طولوها يا شباب يعني قبل ما تفتح مرة طولها صدق تفتح مرة طولها سواها قصة يعني يعني طولنا من ورا شلون نطول الطائرة والله السيف رايت اي شيء الا السيف طبعا ناس ينطين ناس ينطين يمكن او ماي جاد فاني تراس او ماي جاد او ماي جاد لا ارجع اطلع اي سلاح مسلم ماكو اي سلاح هاي سلاح او ماي جاد لا ابلا ابلا او ماي جاد هارد هارد صدق هارد لاد او ماي جاد ما قدرت اقتلك من اقتله هذا هذا حتى ما يموت هيك توخلوا شوي ابتعدوا شوي ابتعدوا هذا ما ادري يتوخلون توخلوا او ماي جاد مش دمك عمار كمان عيد شباب ما قدرت مرة بس دعني نادي نحتاج سلاح نحتاج سلاح او ماي جاد هاي كل علي او ماي جاد اوفي نزار اوفي او اوفي تكتك اغيراني اريد اي اي شيء سبت اوفي ماكو سلاح ماكو اثبت اي سلاح سلاح عندي علي جيت واخيرا ابلع 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 انا اقدر لا هذا وقت مناسب هذا وقت مناسب لا عفوني عفوني قال قال استدل وضع ابلع ابلع لا دمي دمي الله خليكم او ماي جاد او اوفي ابلع 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 لا لا شباب شباب اذا ما موت بعد انهي الفيديو شو ما علي شباب رجعنا لكم هاكي ختمناها شباب اخذ الجائزة شباب ختمناها بعد معاناة بعد معاناة متت يوم يعني متت هواي نار فتحت النار شباب هسه خلينا نطور وياكم طوري طورنا هسه ما فقدت فلوس طورنا شباب بعد ان نقدر شو نطور ما يتطور شو يتطور الشوت جن نعم علي بيهم يجي بسرعة واخر منهم يا شباب طيب وشباب هيجا نهاية فيديو شباب اتسون لايك يا شباب واشتراك توصلوني 15 لايك يا شباب نزل جزء ثاني مال هارد اللي وراه شباب في شباب ان شاء الله عجبكم فيديو شباب وحطكم مال روبلوكس الشرطي الشرطي المجنون يلاحقنا حطكم اياها بالوصف يا شباب طبوا بالوصف تلقوها وقناتي يعني بالوصف حتلقوها اللي هي نفس هاي القناة وشبابكم متشوفين وشباب حطوا لايك يعني هو اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش يا شباب ويلا شباب هيجا نهاية فيديو شباب لا تنسوني اللايك يا شباب والاشتراك ونلتقي في فيديو جديد وفيديوهات اسطورية يا شباب سلام عليكم باي باي.